السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مباشرة من قلب دوار بن ناصر. حريق أحد المنازل يعود للمستشار الجماعي خالد رجوي بمدينة تمارة. السلام عليكم. لا هذه لا جلودك، انا ندير عليكم كتخاف، انا في المطر عندي نستنى كتخاف، هذه البيزه كامله. الله يرحم الناس، 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 الله يرحم الناس. شنو هو خالد؟ راه ولد خالد مالك؟ دخلنا عليكم بالله، واش هذه حاله دابا؟ واش هذه حاله نبقاو نوصلوا عليها في هذه مدينه تمار هذه؟ قسما بالله العلي العظيم لا شتي تدور الخاطر، قسما بالله لا شتي تدور في الخاطر، بالله العلي العظيم راه عيب وعار هذا الشيء اللي تيوقع في هذه المدينه هذه. والله الا هذا راه الدموع الرجال راه غاليين بزاف، راه الدموع الرجال راه تيضروا في الخاطر، راه ما تنجيوش نشوفوا ابناء مدينه تمارا تيتعرضوا للظلم، هذا الشيء تيدورنا في خاطرنا، هذا الشيء راه الناس هنا ولات تخرج الحوايج ديالها في وسط الليل، الناس ولات خايفه، الناس عيب 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 هذا الشيء اللي تيوقع في هذه المدينه هذه، عيب هذا الشيء اللي تيوقع في هذه المدينه، هذا الشيء راه تيدور في الخاطر، هذا الشيء الشيء راه تيدور في الخاطر. ها هو نيران تلتهم البيت ديال الصديق ديالنا، عيب وعار. طافين علينا الضوبه، غادي قتلونا خويا، غادي تخرجوا البيت ديالنا حتى طارين لنا. هادشي راه شنو واقع اخويا؟ راه مع الجوج تحرز الضو، مع الجوج قطعوا الضو هاد الناس على هاد على الساكنه كامله. من الجوج حنا كنعيطوا بالعود باش يجيو يديروا الضو، الناس فطروا على الظلمه، الناس فطروا على الظلمه، عينا ما نعيطوا لنا كامل كنعيطوا. جينا فطرنا على التليفونات، على الضو ديال التليفونات. جيت عندي انا فتره عندي نسيبتي، خرجت مع المدام زادت مع القدام، الوالده بقات جايه في الدار، خرجت الوالده مع الضربه، خرجت كتقلب عليا شي بلاصه تجيب لنا شمعه باش الشعر باش تضوي، جات خرجت باب محلول، مشات خرجت رجعت لقات الباب مسدود واحد العافيه، شكون لا اللهم ان هذا لا منكر، اللهم ان حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا هادشي هذا وهادشي هذا مدبات مدبات، راه حقاش انا ما بغيتش نريب وما غنريبش وغنلقى فيها، انا غنلقى فيها ما غنريبش، انا ما غنريبش، انا ما غنريبش، انا هاد العصابة ديال جهة التمار، هاد العصابة بغات تستنزف هاد العقار، اه يا مو انا هاد 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 الحانوت وخليك الباب محلول، وملي جيت لقيتو مطرق، لقيتو مطرق والعافية شاعلة عليا، هادشي قبل الفطور الحاجة، قبل الفطور نقلب على شمعة، خليت الباب الدار ظلمة، وملي جيت لقيتها بقهرة جاية نجري من راس الزرقاء ونغوت شوما والله القسم الا هادشي اللي تتعرضوا ليه ابناء مدينه تمارا لعيب، شوما هيتلاح هيتلاح اخويا، شوما شوما العواشر هادي، حشومه والله ونعم الوكيل، هادشي اللي غنقولوا الله يرحم الوكيل، الدور ما تشبع عليه خويا، الضو ما كاينش خويا، الضو ما كاينش خويا، دخل 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 خويا، تشوف لا حول لا حول، هادشي تيدور في الخاطر، الله ياخذ فيها الخاطر، تحيد الدور ديال هادشي ولد هادشي قصدي طاح ان شاء الله، هذا فعل فاعل، هذا خويا فعل فاعل، العافية ما كايناش على من الفوق، كايناش على من الفوق، العافية تشعل من الفوق، هي خاصها تشعل من تحت اخويا، إلا كانت شي حاجة تشعل من تحت، شنو الأول باقي مشو الحيوط اخويا عيب وعار ان في رمضان وتتم العمليه ديال اعاده اسكان قاطنه دور الصافي، ونددنا في هذه العمليه انها توقف، ما هي مره ما هي جوج، الان السبب ديال هذا الشيء كامل منقطع التيار الكهربائي في الجزء ديال دوار بن ناصر، الناس خرجت تجيب شمعه، جات لقات هنايا العافيه شاعله في البراكه ديالها، البراكه تتعود لخالد الرجوي مستشار جماعي في مدينه تماره، هل هي حسابات شخصيه ام حسابات سياسيه او الله اعلم، هذا الشيء راه تيدور في الخاطر، هذا الشيء راه تيدور في الخاطر، الله ياخذ الحق، سبحان الله ونعم الوكيل، الله ونعم الوكيل، اقول لي اقول لي اقول لي هذا المسؤول هذا اللي تيفكر بهذا الضمير هذا، كيفاش ولادك
ولادك غادي يخرجوا به خير وبناتك غيخرجوا به خير وانت غتخرج بالطوموبيل وغتبقى تسارى وغتشوف هذه الحاله. الله يلقيك يا وليدي. اش نقول لك؟ وحتى حتى انا جيت تنتفاجئ انا حتى العناصر ديال الامن الوطني ما كاينش هنايا. اول حاجه حتى شي واحد في رجال السلطه ولا في رجال الامن ما حاول يجي يتكبد العناء ديال هذه المشكله انا ودي يجي يدير معاينه. هذه الا كانت حسابات شخصيه انا باقي كنريبش. علاش هذا الشيء هذا كامل؟ انا ما باغيش نريب. عيطوا لي بالتليفون كيقول لي ريب. الا ما ريبتيش ما يبغوش يريبوا الناس. انا ما غنريبش وانا ضد لوبي العقار. هاد الصفار اللي جاو لهاد المدينه حنا كنتكون في قضيه العقار وحنايا هنا. الا غنريب حتى غيبط لفين تسكن وباش الزهر غيبط لفين رمضان وخرجوا عيبط الله وجوعوا عيبط الله شردتوهم وانا حرقتونا. اش من الحاله هادي؟ اش من الحاله هادي؟ اش من الحاله هادي كنعيشوا حنا؟ انا ماشي حنا حنا ما بقيناش كنعيشوا حنا. حنا ما بقيناش كنعيشوا في دوله. اللهم انا هذا المنكر. اللهم انا هذا المنكر. اللهم انا هذا المنكر. اللهم انا هذا المنكر. اللهم هذا الا هذا منكر. قرارات بعض المسؤولين فهي قرارات. هذه رساله لو كل مسؤول فاسد في هذه المدينه هذه جاي والغرض ديالو باش يستولى على العقارات والاوهيه العقاريه اللي غادي تخوى. احلى لكم بالمرصاد والله ما تفكوا معاكم. هذه بلادنا وكنموتوا على بلادنا وكنموتوا على بلادنا. والله ما تفكوا. وانا غنرفع دعوى لجميع المسؤولين في المدينه. جميع المسؤولين اللي كنحملوا المسؤوليه. هذا الشيء مفتعل فهمت؟ العافيه ماشي على من تحت على من الفوق. هاتش واش عاد عاد من تحت تقول تحت الفوق. اه شنو الحمد هيا الفوق وما نقطعو وما ما كاينش تقطع من الجوج. هذا اخي الضوء اكسبر باش يحركوا الرجل. والله ياخذ فيهم الحق. حسبونا الله ونعم الوكيل وطن العراج. امين اخويا. حسبونا الله ونعم الوكيل. الله ياخذ فيهم الحق. الله ياخذ فيهم الحق. دابا هذه حاله هذه. حنا يبداو الحق والقانون حنا دابا. اللهم انا هذا لا منكر. حسبي الله ونعم الوكيل. شوف والله تعرف